مرحلة الدراسة الجامعية هي مش بس مرحلة بعد المدرسة، إنما هاي المرحلة مهمة جدا باكتساب أفراد المجتمع المهارات والمعرفة ونمط التفكير، لأنه هدول الناس هم اللي بدهم يقودوا اقتصاد البلد ويكونوا ياخذوا المراكز القيادية بالبلد. ولكن بالأردن مع وجود مشاجرات وصلت ل 80 مشاجرة جامعية بال 2012، عندنا علامات استفهام كتير كبيرة. رح نتعرف هلا ليش، شو أسباب هالمشاجرات، ليش هي في تزايد، وكيف ممكن نخلص منها. راح يكون معنا الدكتور فاخر دعاس. صباح الخير دكتور. صباح فاخر النور. حضرتك مسؤول المكتب الشبابي والطلابي في حزب الوحدة الشعبية، أهلا وسهلا بحضرتك. وكمان معنا طالب من جامعة البلقاء، طالب محمد قصراوي، حضرتك طالب في كلية الهندسة، أهلا وسهلا محمد. نحن منك رح نعرف شو جو الطلاب اللي عماله يشجع على هالعنف الجامعي، ونعرف منك أكثر البيئة الموجودة اللي عم بتحفز عليه. بس أول رح أبدأ حديثي معك دكتور فاخر. هلأ آخر مشاجرة اللي هي، أو خليني أرجع أنا بالنسبة للأرقام اللي أعطيتني إياها، إنه بال2010 كان عدد المشاجرات الجامعية 29، بال2011 وصل 61، بال2012 80 مشاجرة، وال2013 هلأ إحنا مشغولين بمشاجرة البركة فيها جامعة مؤتة اللي أسفر عنها مقتل طالب وجرح 6 أو 7. شو صار هلا هي على خلفية انتخابات اتحاد الطلبة، شو صار بيوم الخميس 28/3؟ هو بس أول شيء توضيح سريع، هو تفضل. أنا يعني إضافة لأني مسؤول مكتب شباب الطلاب في حزب الوحدة، أنا منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة، إذا بحثونا هي الحملة المعنية بالقضايا العنف الطلاب والحريات الطلابية، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالرسوم الجامعية يعني. فابتداء بالضبط، عشان هيك حضرتك كتير مطلع على يعني كل تفاصيل يعني حياة الطلبة طبعا. هلا اللي صار كالتالي، في اي مشاجره طلابيه من اللي رصدنا احنا في اخر 4 سنوات، المشاجرات اللي رصدناها ممكن تكون الاسباب المباشره اسباب سطحيه جدا، ممكن تكون على ولاعه سجاير، ممكن تكون على مقعد في الباص، ممكن تكون على مقعد في الباص بنش مكاني او كذا، اي سبب بسيط، ممكن انه طلعت فيك. بالتحديد في مشاجره جامعه مؤتة كان في انتخابات يوم الاربعاء، عاده ثاني يوم بتصير في احتفالات من قبل القوى العشائرية بين قوسين، لأنه أخذوا مقعد، أخذوا مقعدين، أخذوا 5، كل عشيرة تحتفل بطريقتها. الإشكالية صارت أنه في يعني مجموعة من العشائر احتفلت في نفس المكان، فصار في تنافس من صوته أعلى من كذا، تدريجيا هذا الهتاف للذات صار هتاف ضد الآخر، وتحولت إلى مشاجرة ضخمة جدا، انتقلت خارج أسوار الجامعة، انتقلت لي كلية الكرك الجامعية، وبدأت الخوف أنها تنتقل لجامعات أخرى يعني زي الجامعة الأردنية، يعني هذا البعد العشائري تنتقل، هي المشكلة عم تنتقل من جامعة لجامعة. هي الأخطر كمان أنها مش بس تنتقل من جامعة لجامعة، الأخطر أنها تنتقل أنه تصبح الجامعات تصدر العنف إلى المجتمع، يعني تنتقل من مشاجرة جامعية إلى مشاجرة مجتمعية، وهذا الأخطر. وهنا يعني هنا فكرة وين وصل العنف اللي إحنا دائما حذرنا منه، أنه الجامعات كانت تستورد العنف من مجتمعها، الآن صارت تصدره، وهذا مصيبة. وهنا الكريتيكال بوينت اللي بنحكي عنها، أنه على التعليم العالي أن ينتبه لها، وهو إلى الآن للأسف بينكرها. الخميس صارت المشاجرة الضخمة، كان يفترض الأحد يتعلق الدوام نتيجة حجم المشاجرات اللي صار، حجم المشاجرة وحجم التحشيد والحديث عن تحشيد كبير يوم الأحد، إلا أنه الغريب أنه إدارة الجامعة لم تعلق الدوام، رغم الحديث الكبير جدا عن ضرورة تعليق الدوام، لم يتم تعليق الدوام يوم الأحد. الأحد تجددت المشاجرة بشكل أضخم جدا، صار في حشد يعني كل عشيرة جابوا، ومن خارج أسوار الجامعة يعني البلك الأساسي يعني. وبالتالي اضطر رئيس الجامعة يعلق الدوام الأحد والاثنين، وتم اعتقال ما يقارب 45 طالب في مشاجرة الأحد. الإشي الغريب أنه الثلاثة كان الحل عند هم يعلقوا الدوام الاثنين الأحد، يعني مجرد ما صارت المشاجرة علقوا الدوام وكملوا الاثنين تعليق دوام، الثلاثة رجعوا داوموا على أساس أنه بدهم يعملوا صلحة عشائرية بين قوسين، عملوا في إحدى قاعات العمادة لقاء لوجهاء العشائر من الطرفين وللنواب من الطرفين وللطلاب اللي تشاجروا واللي اعتقلوا وطلعوهم ثاني يوم بشكل غريب، يعني الطلاب كل اللي اعتقلوهم طلعوهم إجوا يوم الثلاثة بلا استثناء، وإجوا الثلاثة. هذا الجو المشحون، يعني أنت بتجيب نار وبتجيب كبريت وبتحكي يعني وبتحكي ما بدنا تولع، فهي رجعت أي كلمة صغيرة كانت
جاهزه لانها تعمل الانفجار. وفعلا حصل انفجار ويعني خسرنا طالب الوطن، يعني خسر طالب الوطن، خسر طالب ديسات. طالب هندسه سنه رابعه للاسف، طالب اسامه ديسات، وبنعزي اهله يعني بصراحه طبعاً. يعني موقف كثير يعني محزن ومؤثر جدا يعني وفاه هذا الطالب. و تم تعليق الدوام مره اخرى الى اجل غير مسمى، يعني امبارح تم الدوام. يمكن يعني حجم الحضور الطلابي خفيف، ولكن يعني الحمد لله الامور شوي يعني اهدى من السابق. هذا هو يعني ما حدث في جامعه. اكيد احنا بنقدم تعازينا لعائله الطالب اسامه لدهيسات، احر التعازي. رح انتقل لعندك محمد قصراوي، حضرتك طالب بجامعه البلقاء بكليه الهندسه، مش هيك؟ وسنه اولى. هلا بيقولوا كثير مرات انه اسباب يعني ليش الطلاب بيدخلوا بهالشجرات، اول شيء في ثقافه السداد والدين، يعني هدول ساعدونا بطوشتنا، نحن لازم نوقف معهم بطوشتهم. في شيء ثاني انه ضعف التحصيل الاكاديمي للمتسببين والمشاركين بهدول المشاجرات، وايضا الفهم الخاطئ للعشائريه. برايك انت، برأيك شو المسببات، شو البيئة اللي بتشجع على هالمشاجرات؟ البيئة اللي بتشجع على هاي المشاكل وهاي الشجرات بين الطلاب هي الفراغ الفكري والفراغ الواعي عند هذول الطلاب. فبتصفي عند أنا عند مين، لإيش بدي أنتمي، لمين بدي يعني لمين بدي أصطف بأي مجال حياتي. فبتصفي إنه أنا بالنهاية بنجر للمنطقة اللي أنا أجيت منها ولعائلتي اللي أنا يعني للعائلة أو للعشيرة اللي أنا جيت منها. بصير بقاتل بأي مكان أنا وجدت فيه، سواء بالانتخابات أو بالطوش أو بأي مكان، إني أحاول أنصر هاي العشيرة أو أنصر هاي المنطقة اللي أنا جيت منها. هاي سبب معين. السبب الآخر هو محاربة الجامعة، محاربة الجامعة كل القوى الطلابية السياسية خلينا نقول على جهة، والتقدمية والقوى اللي بتحاول تنتج في الجامعة، محاربتها الجامعة وملاحقتها ومنحها من أي عمل داخل الجامعة. فبالتالي يصبح القوى الوحيدة الفاعلة في داخل الجامعة هي القوى هي القوى، بدناش نحكي العشائرية، هي القوى الإقليمية خلينا نحكي، أو القوى اللي بتعتمد على المنطقة اللي أنت إجيت منها، أو بتعتمد على العائلة، أو بتعتمد على الأهالي والشجرات. هل هاي نقطة معينة؟ النقطة الأخرى اللي بدي أتحدث عنها اللي هي ضعف التحصيل الأكاديمي. ضعف التحصيل الأكاديمي هو فعلاً مشكلة بتواجه يعني طلاب كثير، وهذا الشيء بيؤدي إلى مشاكل بين الطلاب. هذا الشيء سببه زي ما وضحت حملة ذبحتونا، اللي هي بالأسس القبول غير العادلة بالأساس. أسس قبول الطالب بالأنظمة الموازي طبعاً. والتنافس وهذا الشيء. هي اوكي، رح اجي لحضرتك دكتور فاخر. عم نلاحظ يعني الملاحظات انه هالمشاجرات الجامعيه والعنف الجامعي مش عم بحدث بالكليات العلميه، عم بحدث بالكليات الانسانيه، وعلى نطاق اكبر مش عم بحدث بالجامعات الخاصه، عم بصير بالجامعات الحكوميه. ليه؟ يعني هو احنا زي ما حكى محمد، جوهر الموضوع هو غياب الوعي الطلابي. يعني جوهر القضيه في غياب للوعي الطلابي. الطالب لما يوصل مرحلة انه يتطاوش بدون ما يعرف شو السبب، يعني الان المشاجرة اللي بتبلش بين طالبين على قضية سطحية جدا، بعد هيك هذا بيجيب عشيرته، العشيرة ما بتعرف ما كاينة تعرف شو السبب، او المنطقة او الحارة اللي هو جابها، شباب الحارة اللي هو جابهم ما بيعرف شو السبب، هو لانه ابن حارتهم او ابن منطقتهم او ابن عشيرتهم جاي يتطاوش ففزعوا له، فهمت علي؟ فبتصفي انه هذا غياب الوعي، انه انا طب انا ليش بروح الطاوش، انا مش عارف شو السبب. انت قلت لي يعني انه 90% من المشاركين لما تسالوهم شو سبب الطوش بقول لك ما بعرف. 90، وهذا رقم علمي انا بحكي 90%. واحكي لك شغله، يعني في كثير مشاجرات احنا لما نرصدها ونتابع مع طلابنا انه فعلا يعجزوا عن انهم يعرفوا شو، يعني بيسال الطلاب اللي مشاركين طب شو سبب، ما بيعرفوا بس راح يضرب، يعني خلص صراحه الطوشه وكبرت وكذا بدون ما يكونوا عارفين شو القصه. يعني هذه جوهر الموضوع هو غياب الوعي الطلابي. الان هذا غياب الوعي الطلابي ناتج عن ايش؟ ناتج عن انه النظام والحكومات المتعاقبه اشتغلت على تعزيز الانتماءات ما تحت الوطنيه في كل شيء. بمعنى أنا إذا بدي أدخل الجامعة بدي أدخل كاستثناء، لأن أنا ابن العشيرة أو ابن المخيم أو ابن المنطقة أو ابن الحارة أو ابن أو ابن أو ابن ضمن هذا الاستثناء كجامعات حكومية. كمان تحصيله العلمي ما بيكون يأهله يدخل بالضبط على الجامعة، بالضبط. فهو أصلاً داخل غصب عنه. بالضبط. النقطة الثانية، أنا بدي أخذ منحة من الجامعة أو من الوزارة برضو ضمن استثناء، أنا بدي بعد ما أتخرج راح أتعين لأني استثناء، وبالتالي الوضع كل هذا الاستثناء، وفي الآخر بدك اياني ما افزع لعشيرتي او لمنطقتي اللي وفرت لي المقعد الجامعي ووفرت لي المنحه ووفرت لي التوظيف،
هذا هو، هذه هو الفكره الاساسيه. وهنا انا بدي اعرج على يعني نقطه كثير مهم نوضحها، لانه كثير بيصير لبس. دعينا نميز جيدا ما بين العشائريه اللي بعززها الحكومات المتعاقبه والنظام، وما بين الصفات العشائريه اللي احنا بنفخر فيها والدور الاجتماعي ودورها في 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 بناء هذا الوطن طبعا. يعني وهذا كثير مهم نميز بين هاي الجزئيتين طبعا. العشائر موجوده منذ 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 ما منذ بدايه المملكه الاردنيه الهاشميه وما قبل المملكه الاردنيه الهاشميه، وما كان فيها عنف جامعي. في الثمانينات ما كان في عنف جامعي وكان في عشائر، في السبعينات ما كان في عنف جامعي وكان في عشائر، ولحد نص التسعينات. ليش بدات تظهر؟ لانه بدا النظام يرى بانه لمواجهه القوى السياسيه المنظمه عليه ان يوجد قوى سياسيه قادر انه يصوغها كيفما يشاء، وكان البديل بانه هو تسييس العشائريه، وهذا الخطر. يعني انا يعني بحب اركز على هاي النقطه، انه في محاوله لجعل العشائر قوى سياسيه، وهذا مرفوض. يعني ما بصير انا يصير الانتخابات البرلمانيه على اساس عشائري. في يعني في اي دوله في العالم الانتخابات البرلمانيه بتكون على اساس برامج سياسيه لاحزاب، قوى سياسيه طبعا. بالضبط ماشي الحال. حتى بالعشائر في كفاءات كبيره جدا وبنت يعني ورؤساء جامعات ووزراء والى اخره، ولكن وليس على لم يتم اختيارهم لانه ابن العشيره، هو تم اختياره لانه كفؤ. هنا النقطة وجوهر جوهر القضية في الموضوع. الآن الحديث عن إنه الكليات العلمية ما بيصير فيها مشاجرات والكليات الإنسانية بيصير فيها مشاجرات، في نقطتين رئيسيات. الكليات العلمية الطلبة ما عندهم الوقت الكافي لأنهم يعني يكون في فراغ يتسلوا فيه. ما يعني في فراغ. بالضبط. مزبوط. يعني أنا دارس في طب، يعني كنا وقت فراغنا يعني يا دوب نص ساعة وتروح فيها تاكل على السيرة وترجع، ودوامنا من 8 إلى 7 المساء. ماشي الحال، فول تايم عندك ما بتقدر. بينما الكليات الإنسانية في فراغ كبير. النقطة الثانية إنه هذا الفراغ بدل ما الجامعة تستغله في النواحي الإيجابية، العمل التطوعي، العمل الاجتماعي، الأندية الثقافية، الأندية الطلابية، يعني في هاي هذا لا، عماله بينترك الطالب للناحية السلبية في هذا الفراغ. للأسف أنت لو يعني طلعتوا انتوا قناة رؤية على باب الجامعة الأردنية وسألت الطلاب، أي طالب احكي له سمي لي اسم ناديين عندك جوا الجامعة، بتحداكي تجدي 5% بيعرفوا يسموا 5%. لدليل انه الجامعة مش يعني بتأسس الأندية فقط عشان تحكي انه عندي أي أندية، ما بتحاول تروج لهي الأندية عند الطلاب انه تعالوا تشجعهم على العمل. هذا وضع هذا الفراغ إذا استغل بالناحية الإيجابية، بالعكس هذا لمصلحة الوطن وبيبني. يعني أنت أولمبياد لندن على سبيل المثال، يعني فوق 50,000 متطوع من الطلاب، طلاب هم اللي حملوها على أكتافهم وتطوعا. يعني شوفي النجاح الباهر اللي في أولمبياد لندن كان معظمه من الطلاب والشباب اللي استغلت طاقاتهم بالناحية الإيجابية. رح اجي لك محمد، بدي احكي اضافه. تفضل. تفضل. انه الطالب اللي بيعمل هاي المشاكل اللي بيعززه على استمرار في هاي المشاكل هي ثقته انه هو مش راح يتحاسب. بكل بساطه. يعني انا بعمل مشكله اليوم، بكره مثلا بنحبس يوم او يومين بعدين بطلع. بكل بساطه ممكن اقتل واحد واطلع ثاني يوم، عادي بسيطه بالنسبه لهم. تفضل سؤالك. برافو. هلا حضرتك محمد انت مشترك بنادي ثقافي، مشترك باعمال تطوعيه، قد ايه هذا بياخذ من وقتك؟ بس هذا بيعتمد على حسب فترة النشاط بالكلية. فيعني بياخذ مثلا باجتماعات دورية أسبوعية وبحسب النشاطات، مش ما يعني بتشجع. شو بتقول للطلاب اللي هلا زيك مثلا على مقاعد الدراسة بكل جامعاتنا الأردنية؟ يعني كطالب عايش أنت بيئة الطالب، بس أنت عايش البيئة زي ما نقول الإيجابية اللي يعني ما عندكش هالوقت الفراغ، شو بتنصح الطلاب اللي زيك إنه حدا يجرهم لمشكلة أو هيك؟ توجه لهم كلمة، بتوجه لمشكلة يعني؟ بحكي له المشكلة هاي هي مش اللي هي راح تحل مشاكل المجتمع، ولا هي اللي بتنمي فكرك، ولا هي اللي بتطورك للمستقبل، ولا هي أصلاً بتهيئك لسوق العمل. هي النوادي هاي اللي بتعزز قدرتك على بتعزز ثقافتك، بتعزز إمكانياتك، بتعزز تواصلك كمثال طبعاً، وبتعزز كمان فوق كل هذا يعني مهاراتك وإبداعك، وإبداعك بعملك بتخليك أنت تقود عملك فعلاً بشكل شخصي. هي كل أعمالها وإنجازاتها وشغلها بين الطلاب، وحتى على مستوى تصميماتها هو شغل طلاب. فهذا الشيء بيعزز من قدرة الطالب وبهيئه لسوق العمل أكيد. يعني هو أكيد إنه المرحلة الجامعية يعني مرحلة العلم والمعرفة هم اللي بيقودوا التطور والتنمية، وهذا الإشي للأسف يعني صار مشاجرات زي ما تفضلت حضرتك نصدر. هلأ النقطة اللي أنا باجي إنه لما الحكومة أو تصير تساوم مواطنيها على تطبيق القانون تيجي تترجى فيهم، هون بتدفع الثمن هي من هيبتها
ومن مركزها يعني. فبرأيك يعني يمكن ضل معنا دقيقة أو دقيقتين، شو الحل؟ بعرف الوقت قصير بس لازم نعرف شو الحل برأيك بشكل سريع. يعني أنا بدي أحكي في الحل اسمه نعم. في شيء اسمه منطق سطحي. المنطق السطحي شو بيحكي لك؟ مثلا على سبيل المثال في أن البحر أزرق والفيصل أزرق، معناته الفيصل بحر. يعني مثلا هذا أيوة. المنطق السطحي هلا بحكي لك انه المشاجرات معظمها سببها بنات، معناته نفصل الشباب عن البنات، هذا منطق سطحي جدا. او المشاجرات سببها كرسي بالباص، معناته ما نحط كراسي في الباصات. او يعني هذا مش منطق نهائيا. الحل الجذري هو زياده الوعي الطلابي، هو اعاده النظر باسس القبول الجامعي، هو تعزيز الانتماءات الوطنيه على حساب الانتماء ما تحت الوطني، انه احنا ابناء هذا الوطن، احنا في عندنا هويه عربيه قوميه اردنيه نفخر بها. اذا عززنا الانتماء الوطني يصبح هذه الانتماءات ما تحت وطنيه هي ما تحت وطنيه، ليست على حساب الانتماء للوطن. اضافه الى ضروره ان يكون في اعتراف من التعليم العالي بهذه الظاهره، واعاده والعمل على فتح كل هذا الملف في التوصيات اللجان اللي انبثقت عن وزارة التعليم العالي، توصيات اللجان اللي شكلتها حملة ذبحتون، توصيات الخبراء والأكاديميين. وآخر شيء بحكي إنه البيئة المنزلية دورها كبير في إنه تعزز الوعي عند أولادها، وإنه تنمي عندهم الانتماء لهذا الوطن والعمل على إنه إحنا أبناء هذا الوطن بدنا نبنيه، مش بدي أنا أودي ابني عشان يكسر الكرسي اللي الجامعة اللي هو بدرس فيه. الثمن رح ندفعه 20 سنة من هلأ عنا جيل عم بيصدر عنف وهي مصيبة. شكرا دكتور فاخر دعاس، شكرا محمد قصراوي.